تأتي فعاليات هذا اليوم في إطار ما تعرفه كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية من تظاهرات ومن تنظيم تظاهرات وندوات علمية في كل المجالات التي تختص بها طبيعة الحال كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. هذا اليوم الدراسي وهذه الندوة في سياق ما تعرفه أو ما تقوم به وزارة الثقافة من مجهودات محمودة في صيانة والحفاظ على التراث التاريخي المغربي، من قبل أنها أعلنت عن ما يسمى بشهر التراث من تقريبا 18 أبريل إلى 18 ماي. إذن هذه التظاهرة هي في هذا السياق، وأيضا في سياق الاهتمام المتواصل بالتراث التاريخي المغربي الذي يشهد مؤخرا نوع من القرصنة، ونحن بهذه الندوات وبهذه المحاضرات نعمل على المحافظة وعلى صيانة هذا التراث أيضا من القرصنة. المغرب بلد غني بالتراث التاريخي المسجل في اليونسكو، ونشكر مختبر التراث والتاريخ بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية أنه أعطانا فرصة لنعرف أيضا من بطريقتنا بالتراث التاريخي المغربي. أولا شكرا على الدعم ديالكم ديال الإعلام المحلي والوطني على هذه التظاهرات الثقافية اللي كتعرفها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة. والفكرة هي فكرة كتدخل في إطار الدينامية الجديدة اللي كتعرفها الكلية، ومن هذا المنظور العملية التشاركية ما بين الأساتذة والطلبة فهي محمودة، بل وهي مطلوبة الغاية منها، وهو أن تعطى فرص خصوصا للطلبة الباحثين لتقديم المشاريع اللي كيشتغلوا عليها، وهذه المشاريع كتكون عندها طابع معرفي علمي، ولكن في نفس الوقت كتخلي أن الطالب كيكتسب مهارة الإلقاء، مهارة التواصل، وكيكتسب أيضا مهارة عرض المنتوج العلمي ديال اللي توصل له. ومن هذا الباب فاللجنة التنظيمية لهذا اللقاء ارتأت بأنها غتفتح المجال خاصة للطلبة الباحثين، وهنا كانت واحد المبادرة اللي هي محمودة أن تم تقديم طلبات العروض، ولجنة العلمية هي اللي اختارت هاد المداخلات اللي كتشهدها الآن رحاب كلية العلوم الإنسانية، واللي فيها أن الطلبة كيقدموا نتائج الأبحاث ديالهم اللي توصلوا لها، وكذلك المشاريع التي يشتغلون عليها. في إطار المشروع الموسع اللي كتشتغل عليه في حفظ الهوية يعني المحلية سواء القنيطرية أو جهات الغرب بشكل عام وعلاقتها بالتراكوجي، كيف يمكن إدراج هذا اليوم التراثي في ذلك السياق، يعني في سياق الحفاظ على الهوية كما كتسمى الهوية الغرباوية أو المغربية بشكل عام؟ والانتماء لواحد المجال والفضاء اللي هو أولا كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، انتماء لمدينة القنيطرة وانتساب إليها، وكذلك الفخر والاعتزاز للانتساب ايضا لمنطقه الغرب، ما كيمكن الا ان الانسان يوظف هذا المورود هذا، وهذا المورود هذا ماشي هو مورود محلي فقط، ولكن هو ايضا هو مورود وطني. ما هو منظور الوزاره تجاه تثمين هذا التراث واستغلاله في السياحه الاثريه بالمغرب بشكل عام وبالجهه بشكل خاص؟ توظيف التراث يعتبر اهم عامل للحفاظ عليه. هذا التوظيف يتجلى في عده تمظهرات، قد تكون السياحه الثقافيه او التراثيه، هناك من يتحدث ايضا يعني في بعض الدول عن السياحه الاركيولوجيه، وهناك ايضا استغلال وتوظيف للمعالم التاريخيه من خلال احتضان اروقه، من خلال ايضا استغلالها في التصوير السينمائي او التلفازي او الفوتوغرافي، ومن خلال احتضان ايضا هذه المعالم التاريخيه والمواقع لانشطه ثقافيه كمهرجانات وانشطه ثقافيه متعدده. في اطار الحفاظ على صوره التراث المغربي وهويته المغربيه على المستوى الدولي، كان الحديث على قرصنه تلك الهويه من عدد بعض الهيئات بمختلفه او بعض الدول، ما هي مثلا الخطوه التي يمكن ان تتخذها الوزاره على المستوى الدولي في اطار الحفاظ على مغربيه وهويه هذا التراث؟ يعني قبل يومين يعني امضى السيد وزير
الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على علامة المغرب التي تخص التراث، والهدف كما تعلمون هو الحفاظ على التراث الثقافي للمملكة المغربية من القرصنة ومن السرقة، وضمان حفظ قانوني عبر جميع دول العالم للمحافظة على خصوصية علامة التراث المغربي. بمناسبة شهر التراث الذي يحتفل به المغرب، ارتاح مختبر التاريخ والتراث أن يشتغل في هذا الموضوع وأن يقترح برنامجا ولقاء علميا من إنجاز طلبة الدكتوراه وبتأطير من أساتذة الشعبة وأساتذة المختبر من أجل التركيز على موضوع يتعلق بالتاريخ والتراث والتنمية الترابية. ومن دون شك فهذه المحاور هي محاور كبرى، لكن سيعمل طلبتنا على مقاربتها من خلال جملة من المواضيع وجملة من المقاربات تهتم بما هو تاريخي، بما هو له علاقة بالجغرافيا التاريخية، كذلك مواضيع متعددة من خلال مصادر سواء من خلال الدراسات الميدانية الأركيولوجية أو من خلال النقائش أو الكتب المطبوعة والمصادر، وكل هذه الدراسات والمصادر ستمكن من الإحاطة بهذا الموضوع الذي يبقى كما قلت موضوع شائك ويحتاج إلى دراسات متعددة وإلى زمن من أجل أن تشغل عليه فرق متعددة ومتخصصة. اكتشفت مجموعة من اللوحات الفسيفسائية في المغرب، من بين هذه اللوحات المميزة موقع الأثري وليلي، وموقع غيغا في سيدي سليمان، وموقع ليكسوس في العرائش، وموقع موغادور بالصويرة، وموقع شالة بالرباط. كخبير في فن الفسيفساء، هل هناك مشروع لتكوين طلبة أو يعني جيل مستقبلي مختص في الفسيفساء؟ طب سؤال وجيه. الهدف من واحد المشروع كانت مولاته المكتب السفارة الأمريكي بموقع وليلي، فتندرج هذه الرؤية على أساس رد الاعتبار لهذه اللوحات الفسيفسائية ومد اليد للطلبة والتقنيين للتعريف ولمس هذه اللوحات الفسيفسائية حتى تبقى الاستمرارية الخلف عن السلف. أنا مسرور جدا باش حضرت وشت هذا المعرض مهم اللي حضروا لي بزاف ديال الطلبة وبزاف الأساتذة، وأنا مستعد نتعاون معاه، وكعندنا وثائق اللي غادي نزودوا بها. وتنشكر كاع الاساتذه، منهم السي البوزيدي والدكتوره سعاد زبيطه واستاذ بوراس، هما اللي ساعدوني باش نخرجوا هاد الطائر للطلبه باش يشوفوا بانه قنيطره راه كانت قديمه، قنيطره كان عندها رجال ديالها.